كما أنه أي صلاح الدين كان يتذوق تلاوة المقرئ محمود عبد الوهاب. ومنذ بدايته كان حملا قبل أن ينضج ويخشن، حيث تسبح نبراته في مساحة صوتية مناسبة لا تتيح له الإبحار المنتد، ولكنها تكفل له الإنشاد الممتع في حدود مذهب التغني الأدائي. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا